الهيئة العامة لتعليم الكبار أعلنت أن محافظة جنوب سيناء محافظة خالية من الأمية، وده ضمن خطة التنمية المستدامة 2030 واللي بتستهدف تنمية المواطن المصري وتستهدف تحسين أحواله الاجتماعية والتعليمية. خبر حلو جدا طبعا. أكيد، خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن المجهود اللي تم علشان تكون محافظة جنوب سيناء خالية تماما من الأمية. معانا عبر الهاتف دلوقتي الدكتور محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار. أهلا بيك يا فندم، بنرحب بيك وألف ألف مبروك، خبر ما فيش أحسن من كده في الحقيقة. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. الحقيقة هذا الخبر الجميل، يا رب نعلن مصر كلها خالية من الأمية في القريب العاجل إن شاء الله. مصر تستطيع بما تمتلكه توصيات من فخامة رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمحافظات الحدودية وتأمينها بالعلم لا يقل أهمية عن تأمينها بالسلاح. حديث فخامة الرئيس في الأسبوع الأخير من رمضان مع أحد المجندين عن ضرورة حصوله على شهادة محو الأمية وتعليمه للقراءة والكتابة، ده الحقيقة لفت نظر المجتمع المصري كله لهذه القضية التي باتت جاسمة على صدر الوطن لفترات طويلة من الزمن. طب خلينا نخش في الموضوع، احنا كان عندنا كم واحد بالظبط مستهدفينهم في جنوب سيناء، وخلصنا الموضوع ده في قد ايه وقت يا دكتور؟ الحقيقة جنوب سيناء حسب إحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2016 كانت نسبتها 19%. الحمد لله رب العالمين، من 2016 وبجهود زملائي اللي سبقوني في هذا الميدان حتى انتهينا إلى 5.3، وهي أقل من الصفر الافتراضي أو المستوى العالمي اللي على أساسه بنطلق أن هذه البقعة من الأرض الطاهرة خالية من الأمية اللي هي 7%. إحنا نزلنا 5.3، يعني أقل من الصفر العالمي كمان. فده توجه طيب جدا إن شاء الله. عندنا أكثر من عملتوا إيه؟ يعني كلمنا على الأرض. الأرض الحقيقة في جهات شريكة، أكثر من 330 جهة شريكة متعاونة مع الهيئة، من جامعات، من القوات المسلحة، من الشرطة، الباتلة، كله بيشترك في هذه القضية الاجتماعية. الحقيقة نواصل الليل بالنهار من أجل إحراز تقدم ملموس وحقيقي. الحمد لله رب العالمين. تعليم القراءة والكتابة وحده لا يكفي في عصر أصبح توسع في هذا المفهوم وحدث فيه تحولات كثيرة جدا. أصبح مطلوب منا التركيز على احتياجات الدارسين، تعليمهم مهارات القراءة والكتابة وحده لا يكفي، لازم نعلمه مهارة أو مهنة أو حرفة أو صنعة يأكل بها عيش ويواصل حياته. التعلم من أجل الحياة مطلوب، التعلم من أجل تحقيق التنمية المستدامة. زي إيه المهارات يا فندم؟ يعني إيه المهارات اللي علمتوها؟ الحقيقة عندنا المهارات كثيرة ومتعددة. عندنا مثلا مكتبة الإسكندرية بتتعاون معنا في تعليم الدارسين الكبار كيفية استخدام الATM مثلا، كيفية استخدام التطبيقات على الموبايل. المهارات الرقمية أصبحت ضرورة ومقتضى من مقتضيات العصر، يجب تزويد الدارسين الكبار بيها. تعلمنا القراءة والكتابة بمعزل عن أنماط الأمية الأخرى لا يكفي، مطلوب منا أن نقدم الوجبة العلمية الدسمة التي ترضي غرور وكبرياء المصريين. المصري يستطيع التغلب على كل التحديات، القادم أفضل ما حدث في السنوات الأخيرة. صحيح. من إنجازات مصر تشهدها في كل المجالات ومن ضمنها مجال محو الأمية. طيب إحنا محافظات التانية اللي مستهدفينها يا دكتور؟ احنا عندنا الحمد لله الوادي الجديد النسبة حوالي 8 وشوية، يعني قربت من الصفر الافتراضي اللي هو 7%. عندنا محافظة البحر الأحمر حوالي 12%. عندنا بورسعيد فيها 80,000 بس، يعني محافظات الحقيقة ممكن في غضون فترات قليلة نقدر نعلنها خالية من الأمية إن شاء الله. كل الشكر ليك دكتور محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار.